Okay, you're good. بسم الله يا ابن روح القدس ليا واحد امين. احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على تاريخ الليتورجيه في القرون الاولى، اللي هو فيري ماتش من القرن الاولاني للقرن الرابع، وتعرضنا لبعض مصادر ذكرت تاريخ الليتورجيه في الوقت ده، واتكلمنا ليه محتاجين نعرف تاريخ الليتورجيه بتاعتنا، وهل يا ترى كان الليتورجية اللي كانت بتصلى زمان هي نفس الليتورجية اللي موجودة دلوقتي ولا فيها اختلاف؟ اتكلمنا في حاجات كتيرة المرة اللي فاتت، وكان في ناس طلبوا إن احنا نتكلم على قداس القديس كيرلس الكبير، ومن حظنا إن هو بكرة عيد نياحته. بكرة عيد نياحة قديس كرولوس عمود الإيمان، أو كرولوس الأول أو الكبير، اللي هو 3 آبيب. فإحنا هنتكلم بسرعة على قديس كرولوس نبذات صغيرة كده. طبعا مش هنحكي في قصة حياته، بس هنتكلم في حاجات مهمة في ما ينفعش إن إحنا نعديها يعني. وبعدين نخش نتكلم على قداس القديس كيرلس الكبير. طبعا مش هينفع نخلص كل حاجة النهاردة، هنحاول برضو ايه ان احنا ندي نبذة او نبذة صغيرة عن تاريخ القداس، لكن مش هنتعرض بقى ايه الروحانية الموجودة في القداس او الكلام ده كله، ده محتاج محاضرات تانية. القديس كيرلس الكبير، القديس كيرلس الأول، القديس كيرلس السكندري، القديس كيرلس عمود الإيمان. إحنا دايما بنقول عليه عمود الدين، بس هو الإنجليش بيقول pillar of faith، ف يعني يبقى عمود الإيمان. يعتبر البطريرك الـ24 في تاريخ بابوات الإسكندرية. ولد بين 375 و 380 ميلادية، وتنيح 3 آبيب 444. 444 دي يعني فيها كلام، فيها أكتر من مصدر، بيدي أكتر من تاريخ للنياحة، بس ده مصدر من المصادر اللي أنا لقيتها يعني. القديس كيرلس نال قسط وافر من العلوم اللاهوتية والكلاسيكية في مدرسة الإسكندرية. طبعا مدرسة الإسكندرية كانت أكبر مركز للتعليم في الوقت ده، بجانب ما اتمتع وتعلم من إيد من خاله البابا ثاوفيلوث، اللي هو اللي كان البابا 23 اللي هو كان قبله. درس طبعا القديس كيرلس كتابات العلامة أوريجانوس، القديس أثناسيوس الرسولي، القديس ديداموس الضرير، قرأ كتابات القديس باسيليوس الكبير، القديس غرغوريوس النازيازني، وتعلم اللغة العبرية والسريانية. طبعا ده بجانب انه كان بيعرف اللغة اليونانية كويس جدا. في الوقت بتاعه كانت اللغة اليونانية هي اللغة السائدة، اللغة القبطية ما كانش اللغة اللي هي بتاعت الفلسفة وبتاعت الناس اللي هم بيدرسوا. فمعظم اللي كانوا عايشين في اسكندريه، او مدرسه اللاهوت الاسكندرانيه، مدرسه اللاهوت بتاعت اسكندريه، كان اللغه السائده فيها اللغه اليونانيه. اللغه القبطيه كانت ملي في الصعيد، عشان كده دايما نقول الانبا شنودة رئيس المتوحدين كتب عظاته بالقبط الصعيدي. معظم الدارسين لما بيجوا بيدرسوا بالقبط الصعيدي، عشان القبط الصعيدي هو دايما اللي كان معظم العظات كان مكتوب بيه. زي ما عرفنا طبعا ان هو اختاروه ان هو يبقى البطريرك ال 24 بعد البابا ثاوفيلوس. طبعا دي حاجات سريعه كده، احنا مش هنتكلم في كل حاجه. من ضمن برضو الكتب اللي هو كتبها، كتب كتب كتيرة تملأ مجلدات،
انتوا شايفين السكرين مش كده؟ ايوه شايفين. طيب طبعا كان بيكتب اليوناني، ترجمة من اليوناني للغات كتيرة. الفترة اللي فاتت دي 20 30 سنة اللي فاتت طبعا في كتب كتيرة اترجمت من اللغة اليونانية للغة العربية. معظم الكتب اللي موجودة كانت لغات إنجليزية وفرنسية وألمانية. في ناس باحثين كتير ترجموا من اليوناني للعربي، من الإنجليزي ألماني فرنساوي للغة العربية. ففي معظم كتب القديس كيرلس السكندري او القديس كيرلس الكبير اللي هي ترجمت للغه العربيه. كتب طبعا كتب كتيره في العهد القديم. في العهد الجديد شرح انجيل يوحنا، في مقتطفات من انجيل لوقا. العلماء بيقسموا الكتابات بتاعت القديس كيرلس الكبير إلى جزئين. الجزء الأولاني بتنتهي بدعة نسطور عند سنة 428 ميلادية، ودي المرحلة اللي كانت فيها التفاسير بتاعت الكتاب المقدس والدفاع عن الإيمان ضد بدعة أريوس. المرحلة الثانية بتبدأ بعد كده اللي هي من 428 لغاية نياحة البابا كيرلس اللي هو سنة 444، ودي كانت للدفاع عن التعليم الصحيح في التجسد وضد بدعة نسطور. يبقى هو كان دافع عن الإيمان ضد أريوس ودافع عن الإيمان ضد نسطور. سوري، في غلطة هنا، المفروض تبقى بدعة نسطور. وزي ما قلنا إن هو لقب بعمود الإيمان، زي ما كده القديس أثناسيوس لقب بحامي الإيمان. الكريستولوجي أو الكريستولوجيا عند القديس كريلوس، يمكن ده كان حاجة من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها بالنسبة للقداس اللي هو اتكتب، اللي هو بتاع ماري مرقس، ان هو بعد نسطور بقى محتاج القداس بتاع ماري موروس ان هو يدخل عليه اضافات عشان يرد على بدعة نسطور. فده اللي هنيجي فيه. نص الاعتراف الاخير اللي هو بنسمعه دايما في القداس، ان لما ابونا بيرفع الصينيه ويقول امين 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 اؤمن اؤمن اؤمن، ده يعتبر ليه فضل كبير للبابا كرولوس. النص الصغير اللي هو كان معروف زمان، اللي هو كان وجد في البرديات اللي هي القديمة، اللي هم لقيوها مثلا زي بردية دير بلايزا والخلاجي بتاع الدير الأبيض، كان بيسموها بالصيغة الثالوثية للاعتراف: أؤمن بالله الآب ضابط الكل وبابنه الوحيد يسوع المسيح وبالروح القدس وبقيامة الأجساد في الكنيسة المقدسة الجامعة. ده كان بس هو الاعتراف اللي هو كان أبونا بيقوله في الآخر في القداسات القديمة اللي هي في القرون الأولى. برضو عايز أنوه لحاجة، إن معظم القداسات اللي كانت في القرون الأولى في القرن الأولاني والثاني والثالث ويمكن جزء من القرن الرابع كانت شفهية، يعني ما كانتش مكتوبة. يمكن أول حد يدون القداسات كان البابا أثناسيوس الرسولي. ابتدى يدون القداس ويكتبه عشان الناس تبتدي تدونه. هو بيقول لك إن هو كتبه وبعد كده أعطاه للبطرك بتاع الحبشة، لما رشم بطرك الحبشة فأعطاه له نسخة من القداس مكتوب عشان يصلوا بيه. طبعا احنا عارفين نسطور والبدعة والهرطقة اللي عملها، فكان لازم البابا كرولوس يرد على البدعة دي ويرد على موضوع العذراء مريم ان هي ام الله مش ام المسيح بس، وكان لازم طبعا يأكد على
إن الابن الذي ولد من الآب قبل كل الدهور هو نفسه الابن الذي ولد من العذراء القديسة مريم. فعشان كده راح مطور الجزء الأخير بتاع الاعتراف الأخير بتاع أبونا اللي بيقول أمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. إحنا لما نيجي نتكلم على القداس بتاع القديس كيرلس، طبعا هو معروف بقداس القديس كيرلس، بس أصلا القداس كان بتاع القديس مرقس الرسول. يعني مرقس الرسول هو اللي دخل قداس مصر. لما نتكلم على مرقس الرسول نقول إن كل الكنيسة الإسكندرية ليها سمات خاصة بالنسبة للليتورجية بتاعتها، وكل الدلائل تثبت إن الطقوس نشأت في إسكندرية. يعني في حد كان عامل دراسات كتيرة في الليتورجية، والمدرس بتاعه لما راح يدرس في اليونان قال له إن الطقوس والليتورجية نشأت في الإسكندرية، وإن هي كنيسة الإسكندرية تعتبر نور وشعاع لكل اللاهوت والطقوس الموجودة في العالم كله. ليه؟ عشان كنيسة الإسكندرية حافظت على الطقوس بتاعت الليتورجية. قديس مرقس طبعا واحد من السبعين رسول، وهو اللي في بيته تأسس العشاء الأخيرة والعشاء الرباني، وهو اللي حل نفس البيت اللي حل فيه الروح القدس على التلاميذ والرسل. ويوسابيوس القيصري في تاريخ الكنيسة قال إن قديس مرقس هو مؤسس كنيسة الإسكندرية وأول أسقف عليها. مرقس الرسول لما جه الإسكندرية جاب معاه الإنجيل، جاب معاه الليتورجية اللي هي اتصلى بيها اتأسست اللي أسسها المسيح واللي صلى بيها قبل ما يجي اسكندرية، هي دي نفس الليتورجية اللي هو صلى بيها. وكمان مع الليتورجية جاب معاه الميرون المقدس اللي احنا عارفين ان الميرون موجود من ايام الرسل. حتى يوحنا الرسول بيقول عن المسحة المقدسة: اما انتم فلكم مسحة من القدوس، وهذه المسحة عينها تعلمكم كل شيء. فجاب معاه الكتاب المقدس او الاناجيل اللي كتبت والرسائل اللي كتبت في الوقت اللي هو جاي فيه مصر، وجاب معاه الليتورجية وجاب معاه الميرون. فكان معظم التلاميذ والرسل لما كانوا يروحوا يبشروا كان بياخدوا معاهم الإنجيل والليتورجية اللي هم استلموها، وبياخدوا برضو معاهم الميرون عشان يبتدوا كنائس في الأماكن اللي هم راحوا يبشروا فيها. القديس مرقس الرسول كان فيه ميزة ممكن حد في ناس كتيرة ممكن تتجاهلها، إن هو لما المسيح عمل سر الإفخارستية أو أسس سر الإفخارستية كان مرقس شاب صغير. فطبعا شاف المسيح وتعلم منه كل حاجة، وعرف إزاي الطقس، وعرف إزاي التسليم، اللي هو طبعا ده كان في علية صهيون أو علية أو بيت مرقس. فاتعلم من المسيح نفسه، وبعدين لما نزل اسكندرية سلم نفس الحاجات اللي المسيح عملها. حتى بيقول لك إن في دارسين كتير بيقول لك إن كنيسة اسكندرية ليها طقس كده معين في تقسيم الجسد أو تقسيم الأربانة لما الكاهن أو الأسقف بيقسم الأربانة. بيقول لك في لما بيقسم الأربانة في تقسيمة من غير انفصال وتقسيمة بانفصال، وإن هما بيعملها على شكل صليب. فبيقول لك ليه يعني كنيسة اسكندرية بيبقى ليها تقسيمة مميزة في تقسيم الجسد.
وان دل ده فبيدل على ان القديس مرقس لما سلم الطقوس دي لانيانوس او للناس اللي هم استلموا بعديه الكهنه والشمامسه، ان هو سلمهم اللي هو شافه من السيد المسيح نفسه. لترجية القديس مرقس هي نفس الليتورجية اللي صلت بيها كنيسة اسكندرية لقرون، لأتليست لثلاث أو أربع قرون. يعني هما لو كانوا بيصلوا لغاية البابا كرولوس ما جدد أو طور في القداس، فيعتبروا صلوا أتليست ثلاث قرون لغاية القرن الرابع أو القرن الخامس. وزي ما قلنا إن هي ليها طابع مميز عن باقي الليتورجيات الشرقية القديمة، هي الوحيدة اللي فيها صلاة مقدمة القداس تحتوي على تقديم الكرابين، وفيها الصلوات التضرعية أو الأواشي تبدأ في بداية القداس، وبعد كده صلاة قدوس قدوس، ثم تأتي صلاة الاستدعاء البسيطة، بعدها التأسيس والتذكار وصلاة الاستدعاء الأخيرة، ثم التمجيد الختامي والقسمة والتناول. كمان الحاجة الظريفة إن بيقولوا إن هو عشان اسكندرية كانت معظمها من اليهود، اليهود اللي هم كانوا في يوم الخمسين وبعد كده كانوا عايشين في اسكندرية، فاليهود دول كان ليهم طقس معين، وبعض طقس صلوات اللي هي اليهودية كان بيبقى فيه شكر أو تمجيد، وبعدين فيه صلوات أو طلبات، وبعدين فيه شكر تاني. فنفس التقسيمة دي هي تعتبر نفس التقسيمة أو نفس البنية أو نفس الترتيب اللي القديس مرقس سلمه لكنيسة اسكندرية. عشان كده بنلاقي الأواشي موجودة بين صلوات شكر وتمجيد أو تقديس وصلوات تقديس أو تمجيد. يبقى نلاقي صلوات شكر وبعدين الأواشي وبعدين صلوات شكر أو تمجيد، نفس الترتيب بتاع الصلوات اليهودية اللي كانت موجودة زمان. طبعا القداس يوم ما سلمه او يوم ما ابتدى يصلي بيه القديس مورس كان باللغه اليونانيه اللي هم استخدموه الاقباط في مصر او في اسكندريه عامه. معظم اسكندريه كان بيتكلموا اللغه اليونانيه، وبعد كده اترجم للغه الصعيديه. حوالي سنه 550 ميلاديه، وبعد كده اترجم للغه القبطيه البحريه، يبقى يوناني وبعد كده اللغة القبطية السعدية وبعدين القبطية البحرية، وبعدين بعد كده لما اليوناني والقبطي ابتدى ينقرض ابتدوا يترجموه للغة العربية. يبقى القداس بتاع قديس كيرلس هو أصلا ليتورجية القديس ماركوس الرسول. القداس طبعا اتعمل على ايد ماركوس الرسول، من اقدم القداسات في العالم كله، مع ان في بعض بيقولوا ان قداس القديس يوحنا اخو الرب اللي هو اسقف اورشليم يعتبر اقدم منه، او يعني برضه ليه نفس ادميه قداس القديس مرقس الرسول. القديس يوحنا اخو الرب كان اسقف اورشليم، بس لما العلماء ابتدوا يدرسوا في الترتيب بتاع القداسين بتاع مرقس الرسول والقديس يعقوب، ليه ان ترتيب القداس بتاع قديس مرقس يعتبر اقدم شويه من القداس بتاع القديس يعقوب، مع ان برضو في صلوات كتيره من القداس بتاع قديس يعقوب هنلاقيها في النصوص بتاعت القداس بتاع القديس ماركوس الرسول. زي ما قلنا ان هي كانت تمارس شفاها لحد القرن الرابع لغايه ما القديس اثناسيوس
ابتدى يكتبها وابتدى يسلمها مكتوبة. طيب، متى تم تدوين النصوص؟ تم تدوين النصوص بتاعة الليتورجية لما بدأت الكنيسة تعاني من الهرطقات. يبقى كان سبب برضو من ضمن الأسباب إن إحنا إن هم يدونوا الليتورجية أو يكتبوها، إن بقى فيها هرطقات، وخاصة هرطقة أريوس. عشان كده يمكن البابا أثناسيوس ابتدى يكتب الليتورجية. أريوس كان إنسان ذكي، كان موجود في اسكندرية، كان فيلسوف، فكان عشان يخلي الناس تقول نفس الكلام اللي هو بيقوله، أو إن هم يبتدوا يرددوا نفس الفكر بتاعه، فابتدى يعمل قطع شعرية. القطع الشعرية دي ينكر فيها لاهوت الإبن، وبدأ يدخلها في الطقوس. فطبعا ابتدى يحصل ايه؟ فابتدى يحصل اضافات للليتورجيه، النصوص بتاعت الليتورجيه الموجوده في الوقت ده. فعشان كده يقول لك ان هو في الليتورجيه حصل لها اضافه وحذف. حصل لها اضافه وحذف. طبعا لما نقول اضافه، عارفين انه حصل اضافه، ان الليتورجيه كان بيبقى فيها بيحصل فيها ديفلوبمنت، ان احنا بنديفلوب الليتورجيه على حسب الوقت الكنيسه محتاجه فيه نصوص معينه، مثلا زي ما حصل كده مع البابا كرولوس، ان هو اضاف مثلا جزء بتاع الاعتراف الاخير عشان موضوع نسطور، مثلا قانون الايمان، ضفنا مثلا القطعة بتاعت تقديمها لبدء قانون الإيمان، معظمك يوم النور، وهكذا. فدي الإضافات اللي حصلت في الليتورجية. الحذف بقى اللي هو لما شافت الكنيسة إن أريوس ابتدى يدخل نصوص عشان تغير مفاهيم الناس عن اللاهوت بتاع الإبن، أو تغير مفاهيم الناس في اللاهوت، فابتدوا يحذفوا الأجزاء اللي هي ما كانش مظبوطة، أو ضد العقيدة، أو ضد العقيدة. كمان أحب أقول إن البابا كرولوس الأول هو أول واحد ابتدى يدخل مردات الشماس في القداس. يعني ما كانش فيه مردات شماس قبل كده، هو يعتبر أول واحد دخل مردات الشماس. النص اليوناني القداس القديس مرقس الرسول كان يعرف في ثلاث أشكال. الشكل القديم موجود في بعض البرديات. طبعا في برديات كتير، احنا مش هنقدر نتكلم على البرديات كلها النهارده. لو الوقت يسمح ممكن نتكلم على حاجات صغيرة، بس دي ممكن تكون عايزة لها وقت لوحده. يعني في برضو شكل قديم، شكل حديث مستعمل في الكنيسة البيزنطية اليونانية في مصر وجبل سيناء وجنوب إيطاليا. وفي حاجة تانية موازية للشكل الحديث اللي هو بتاع الكنيسة البيزنطية ده، اللي هو ما يستعمل في الكنيسة القبطية ولكن في ترجمة قبطية. يعني في اليوناني اللي هو القديم اللي هو في بعض البرديات، وبعد كده في الشكل الحديث اللي هو خدته الكنيسة البيزنطية اليونانية في مصر وجبل سيناء، وبعد كده الكنيسة القبطية اللي هي خدت ترجمته للقبطي، وهو اللي احنا بنقول عليه بتاع قداس القديس كيريلوس الكبير، او كيريلوس السكندري، او كيريلوس الأول، أو عمود الإيمان. ده بيبان في مخطوطة اسمها كازمارسك، النص اليوناني ده للقداس. القداس طبعا احنا عارفين ان هو
بنسمي أنافورا القديس موروس، أنافورا القديس غريغوريوس وهكذا. فالقداس المعروف باسم الأنافورا القديس مرقس رسول مستعمل في كنيسة الإسكندرية، كان القبطية اللا خلقدونية أو اللي هم الروم أرثوذكس أو الخلقدونية، يبقى الكنيسة القبطية اللا خلقدونية أو الروم الأرثوذكس الخلقدونية، أنافورا القديس ماركوس الرسول. وطبعا بقية الكنائس اللي هم كانوا بيتبعوا اللا خلقدونية. في شهادتين في القرن ال 12 على استعمال كنيسة الروم الأرثوذكس للقداس بتاع ماركوس الرسول، وأيضا قداس القديس يعقوب الرسول بالإضافة إلى قداس القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس باسيليوس اللي استمر لحد دلوقتي. معظم البرديات، معظم الكتب قالوا إن من القرون الأولى، يمكن من القرن الرابع أو الخامس، وهم الكنيسة استقرت على ثلاث قداسات: القداس الباسيلي، القداس الغريغوري، والقداس الكيرلوسي أو قداس القديس كيرلس اللي هو طوره أو كمله القديس كيرلس الكبير. في برديات مهمة جدا بعضها في القرن الرابع أو القرن الخامس بتقدم لنا شهادة مباشرة القداس ماري مرقس ونصه باللغة اليونانية. يعني في برديات كتيرة بتقول إن قداس ماري مرقس اللي كان بيصلى في القرن الأولاني باللغة اليونانية هو نفس القداس اللي إحنا معظمه بنصلي بيه دلوقتي، اللي هو بيعتبر القداس الكيرلوسي. وفي طبعا بعد في برديات، في قصصات، صلوات مترجمة إلى القبطي. بيقول لك ما كانش معروف قوي الترجمة بتاعت اللغة البحرية في بعض البرديات، إلى أن تم اكتشاف مخطوطة كاسمر سيك اللي احنا قلنا عليها، اللي كانت موجودة في دير القديس أنطونيوس اللي هو في البحر الأحمر، وهو المخطوط الوحيد حتى الآن الذي يقدم لنا النص اليوناني لقداس القديس مرقس المستعمل في الكنيسة القبطية حتى القرن ال14. من البرديات المهمة برضو اللي هي بتتكلم على قداس القديس مرقس بردية اسمها ستراسبورغ، عشان محتفظين بيها في مكتبة جامعة ستراسبورغ الفرنسية تحت رقم PGR 252 254، وده بيعود تاريخها للقرن الرابع والقرن الخامس. خلي بالكم برضو ان احنا ما عندناش اي، يعني مش هنلاقي حاجة قبل كده، قبل القرن الرابع، مكتوبة او متدونة. يعني اول حاجة ممكن نلاقيها القرن الرابع عشان القداسات كلها ما كانتش بتتكتب، كان كلها بتسلم شفاها، فمش هنلاقي اي كتب، اي مراجع من قبل القرن، مثلا القرن الرابع. في بردية دير البلايزا وهي محفوظة في إكسفورد يرجع تاريخها للقرن السادس أو السابع الميلادي. وفي برديات تانية كتير. والحاجة التانية كمان المهمة، مصادر التانية اللي هي باللغة السعدية القديمة وبعض نصوصها مشابهة للنصوص اليونانية، ومن المصادر دي لوحة المتحف البريطاني ويرجع إلى القرن السابع الميلادي. عنوان القداس في مخطوطات الخلاجي. اعتادت المخطوطات القديمة للخلاجي القبطي أن تذكر في افتتاحية قداس القديس ماركوس المعروف باسم القديس كرولوس، كان في حاجتين: اسم القديس كرولوس على طول، يعني يقولوا اسم قداس القديس كرولوس، وده موجود في مخطوطة 7 قبط في مكتبة بورجيا بالفاتيكان، مخطوطة 1239، ومخطوطة طقس 133 في دير أبو مقار، أو يقولوا يذكروا اسم القديس ماركوس.
مع توضيح اسم القديس كيرلس، زي ما كده بيقول ايه في الخلاجي بتاع روميا، الخلاجي اللي طبع طبعة روميا سنة 1736 باسم الله قداس أبينا القديس ماركوس الرسول الذي رتبته وجمعه المثلث الطوبة القديس كيرلس. وده اللي كتب، ده نفس الكلام ده موجود في الفولاجي بتاع أبونا عبد المسيح المسعودي اللي طبع 1902. أنا ما كنت في مصر من كام سنة، لقيت الفولاجي ده فجبته فبصيت عليه، لقيت برضو كاتبين نفس الكلام. واحنا برضو لو فتحنا دلوقتي الكابتك ريدر في القداس بتاع ماري موروس او القداس الكيرلوسي، هنلاقي كاتب نفس اولموست نفس الكلام اللي هو مكتوب ده مكتوب هنا. هقرا لكم ايه اللي مكتوب في اول ما نفتح في القداس بتاع المؤمنين. بدء قداس أبينا القديس ماركوس الرسول الذي رتبه وجمعه المثلث الطوبة القديس كيريلوس رئيس الأساقفة. بعدين بيقول هذا القداس وضعه أبينا القديس ماركوس الرسول كروز الديار المصرية وقد ترجمه من اللغة اليونانية إلى القبطية القديس كيريلوس، وهو البابا الرابع والعشرون في تعداد البطاركة المركب بعمود الدين. ما اعرفش عمود الدين المفروض ان هي تبقى بيلر اوف فيث. فده بالنسبه للعنوان القداس. فطبعا لازم نرجع ونقول ان القداس بتاع القديس ماري مرقس هو القداس بتاع قديس كيرلس الكبير. طبعا برضو في مراجع كتيره، يعني احنا دايما بنشوف مثلا عندنا ابونا مارك في تروي يحب يصلي قداس القداس الكيرلسي في الصوم الكبير، وده مذكور في مخطوطات كتيرة وفي مراجع كتيرة. بس كان بيقول لك ايه بقى، ان القداس الكيرلسي يتصلى بيه في كيهك وفي الصوم الكبير، يعني ده القداس بتاع كيهك والصوم الكبير. القداس الباسيلي يتصلى بيه في الايام العادية، تعتبر الايام السنويه يعني. القداس الغريغوري بيتصلى فيه في الاعياد والخمسين المقدسه، في الاعياد والخمسين المقدسه. طبعا احنا عارفين كمان ان القداس الباسيلي والقداس الكيرلوسي بيخاطب اكنوم الاب، القداس الغريغوري بيخاطب اكنوم الابن. يمكن عشان كده، عشان اكنوم بيخاطب اكنوم الابن في اي عيد سيدي يصلوا القداس الغرغوري، وطبعا الخمسين المقدسة كلها بتاعت القيامة بيقول ان هو يتصلى فيها القداس الغرغوري. معلش انا كان عندي هارد تايم ان انا اكتب بالعربي على باوربوينت، ففي حاجات انا بس هطلعها من المخطوطات اللي انا جبتها، ممكن نشترك فيها نبص فيها مع بعض. ممكن اقفل الشير. ثواني كده. شايفين ال في قداس الكيرلس مثلا في مخطوطات زي الفاتيكان ابتي 44، ده في القرن ال 13، الفاتيكان ابتي 21 ده في القرن ال 14، الفاتيكان ابتي 22 ده في القرن ال 16، وفي باريس ابتي 41 على 8، دي بتبقى ارقام المخطوطات. عندنا برضو أهم وأدق طبعة من الفولاجي بالطبعة القبطية البحرية هي بتاعة أبونا عبد المسيح المسعودي أو عبد المسيح الصليب المسعودي، اللي هو الفولاجي اللي اتعمل في 1902.
احنا اتكلمنا على مميزات ودلائل القداس بتاع ماري موروس، قلنا ان هو من اقدم الليتورجيات، مثلا في وشيط الاجتماعات اعطي ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق ان نصنعها كارادتك القداسه الطبيعيه. ده طبعا نفس الصلاه اللي احنا بنسمعها دلوقتي في القداسات بتاعتنا. ومن اهم علامات برضو قدم لتوجيه القداس بتاع ماري موروس النص بتاع الانجيل، ونفخ في وجوه تلاميذه القديسين ورؤساء الاطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت. انا عايز اخش شويه في ترتيب القداس علشان نعرف ايه الفرق بين القداس البسيلي والقداس الغريغوري. القداس الغريغوري القداس الغريغوري والقداس الكرولوسي فيهم اختلاف، والقداس القداس الباسيلي والقداس الغريغوري زي بعض. القداس الكرولوسي فيه اختلاف في الترتيب. احنا عارفين ان القداس الباسيلي والقداس الغريغوري، طبعا اي حد يصلح لي لو انا بقول حاجه مش صح او مش في مكانها، يعني ان دايما بتيجي بعد التقديس، بعد ما ابونا يسترق الروح القدس ويتحول الجسد والخمره يتحول الخبز والخمر لجسد ودم المسيح، بتبدا الصلوات التضرعيه او الطلبات في وجود المسيح على المذبح. ده القداس الباسيلي والقداس الغريغوري. القداس الكرولوسي ترتيبه مختلف شوية. الترتيب ده هتلاقيه موجود في كابتك ريدر، هتلاقيه موجود في كتاب أبونا عبد المسيح المسعودي اللي هو طابعة 1902. فبيقول لك هنا إيه؟ مقدمة، وهي صلاة الصلح، وهي مدخل القداس وليست من صلب القداس. يبقى احنا عارفين القداس يقول لك بيبتدي بالأنافورة، أنافورة القديس باسيليوس، أنافورة القديس غريغوريوس، انافورا القديس كيريلوس. يا ترى الانافورا دي بتبتدي من فين؟ انتوا صاحيين ولا انا I'm very bored؟ صحيحين معاك، هي الانافوره، هي القداس هو اصلا الانافوره، والانافوره جزئين، والجزء الاول منها اللي هو بيبدا بصلاه الصلح على ما اعتقد يعني. هو الانافورا بتبتدي بعد صلاه الصلح، يعني بتبتدي بالرب مع جميعكم. يبقى الأنافورة بتبتدي الرب مع جميعكم، يعني صلاة الصلح تعتبر مش بداية الأنافورة. دايما بيقول لك الأنافورة، حتى لو احنا فتحنا مثلا كابتك ريدر هيقول لك هتلاقي مكتوب الأنافورة. الأنافورة اللي هي الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا، ارفعوا قلوبكم هي عند الرب فنشكر الرب، اللي هو الديالوج اللي بين الكاهن والشعب. فدي تعتبر بداية الأنافورة. هتلاقي بداية الأنافورة في الثلاث قداسات، وهم كلهم ثلاث قداسات زي بعض. بعد كده تيجي قطعة مستحق وعادل في القداس الكيرلسي، وبعد كده بنلاقي الأواشي والمجمع، وبعد كده بنلاقي أيها الجلوس كفر. طب أنا هفتح كابتك ريدر ونعدي على الأواشي واحدة واحدة كده ونشوفها مع بعض. يبقى بعد الأنافورة الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا، ارفعوا قلوبكم هي عند الرب فلنشكر الرب مستحق وعادل، وبعدين يقول مستحق وعادل مستحق وعادل لغاية ما يخلص الجزء ده، وبعد كده بيخش على الأواشي. الأواشي بيخش على وشيط السلام، وشيت المرضى، وشيت المسافرين، وشيت المياه أو الثلاث أواشي مع بعض، بعدين وشيت الرؤساء. دي الأواشي بتاعت القداس الكيرلسي.
حتى كمان تلاقي معظم الأواشي تلاقيها صغيرة، مثلا تلاقي مثلا وشيت الرؤساء رئيس أرضنا عبدك، ده الكاهن بيقول كده. بعدين تلاقي الشماس يقول اطلبوا لكي المسيح الآن يعطينا رحمة ورأفة أمام السلاطين الأعزاء ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. بعدين اللي بعد كده الكاهن يكمل. برضه اللي أنا عايز أقول عليه إن هو الشماس زمان ما كانش فيه مرضات شماس. المرضات بتاعت شماس دخلها البابا كرولوس الكبير أو البابا كرولوس الأول. بعدين عندنا بعد كده مجمع القديسين. برضو أنا عايز أقول حاجة على مجمع القديسين، إن زمان في القرون الأولى مجمع القديسين ما كانش بالكبر اللي إحنا بنشوفه دلوقتي ده. مجمع القديسين كان بيقول الجزء الأولاني لغاية ما يوصل عند العذراء والقديس يوحنا المعمدان، وبعد كده يقول القديس بتاع القداس اللي بيتصلى، يعني مثلا لو القداس بتاع ماري مرقس يقول والشهيد العظيم ماري مرقس، او لو بتاع القديس كرولوس يقول القديس كرولوس، لو القديس باسيليوس يقول القديس باسيليوس قديس هذا القداس، او القديس غريغوريوس، وبعدين يذكر اسم شفيع الكنيسه، وبعدين يختم وبعدين يختم. فكان المجمع زمان ما كانش بالكبر ده، وكان بيقولوا ان كان في الشماس بيقول حاجه اسمها الابتخيا. الابتخيا دي عامله زي ان هو بيذكر كل البطاركه والقديسين اللي هم انتقلوا من العالم. كان بيذكر الابتخيا دي اللي هي كانت مكان كل القديسين اللي هو كان ابونا بيذكرهم دلوقتي في المجمع ده، كان الشماس بيذكرهم بعد ما ابونا يخلص. ودي اللي هي اللي احنا اعتقد دلوقتي في ان احنا تلاقي في كنايس بتحط على المذبح تحط اسامي البطاركه اللي هم انتقلوا، وبحيث ان الشماس يذكرهم وهو ابونا بيذكر اسماء القديسين في المجمع. عشان كده حتى برضو المرد بتاع الشماس بيقول القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين ركضوا. المفروض القارئون دول هم الأغنوستوس يقولوا أو يصلوا أو يذكروا أسماء البطاركة كلهم اللي هم انتقلوا. عشان كده تلاقي في ورق على المذبح مثلا بأسامي البطاركة اللي هو المفروض اللي هو 117 لغاية البابا شنودة، إن الشماس يذكر أسامي البطاركة دي وقت ما الشماس يقول القارئون فليقول. وبعد كده بعد المجمع في أوشيط القرابين. طبعا لو احنا عارفين الترتيب بتاع قداس الباسيلي والقداس قداس الباسيلي، دايما بنلاقي أوشيط القرابين قبل المجمع وأوشيط البطرك. وبرضه اللي عايز أقول عليه إن البابا كيريلوس هو اللي دخل برضو أوشيط البطرك في القداس. قبل كده ما كانش فيه أوشيط بطرك، كانت فيه أوشيط الأساقفة، كانت حاجة أوشية لوحدها، فهو اللي دخل أوشيط البطرك. فهنا في القداس الكيريلوسي في أوشيط البطرك وفي أوشيط الأساقفة. وعشان بيقول لك برضو إن هو كان زمان الأسقف كان أو القداس عشان بيعتبر بيتصلى لوكال او بيتصلى في بلد معينه او بيتصلى في مدينه معينه، فكان بس بيذكروا اسم الاسقف اللي هو بتاع المدينه دي. بعد كده البابا كرولوس هو اللي دخل اوشيت البطرك. وبعدين في حاجه تانيه اسمها اوشيت باقي الارثوذكسيين، واوشيت الموضع، واوشيت القيام ها هنا، واوشيت الذين اوصونا، واوشيت الخادم الخديم، وشيت الكاهن الخديم، وشيت الكهنوت، وشيت الاجتماعات. دي كلها الأواشي اللي بتتقال قبل قدوس قدوس قدوس. يبقى عندنا مجموعة أواشي كبيرة، وبعدين الشماس يقول أيها الجلوس كفوا، وبعدين في طلبة، وبعدين في قدوس قدوس قدوس، وفي صلوات التقديس او الرسومات الاولى، وفي طلبه تاني. دايما نلاقي طلبات بين
تقديس وتقديس، بين تمجيد لاسم ربنا وشكر لاسم ربنا وتسبيح لاسم ربنا، وبين تمجيد وتسبيح لاسم ربنا. ده الترتيب بتاع الطقس اليهودي زمان، واعتقد لان هو الكنيسه القبطيه احتفظت بنفس الطقس ده في القداس بتاع القديس ماركوس الرسول اللي هو كتبه القديس كيرلس الكبير. وبعد كده في الاخر خالص في الاعتراف الاخير. الاعتراف الاخير يعتبر زي نفس الاعتراف الاخير ده زي القداس الباسيلي والقداس الغرغوري، وهو برضو القطعه دي كتبها او استخدمها القديس كيرلس الكبير عشان يرد على البدع والهرطقات اللي كانت موجوده في الوقت ده. اخر حاجه كنت عايز اذكرها، مش فاكر ايه ال اه الـ في كمان في الـ في حاجه مختلفه كمان في القداس ده، ان هو في ابو لو في كائن خديم، لو في كائن متاني موجود وقت القداس، بيبقى في بخور، ابونا بيرفع بخور وبيلف بالشريه حوالين المذبح في 3 مرات وقت القداس، في 3 مرات وقت القداس. لكن لو ما كانش فيه كاهن خديم، مش أبونا مش هيستخدم الشريه او مش هيلف حوالين المذبح 3 مرات. بعد كده في بعد طبعا بعد الاعتراف الاخير في التوزيع، وبعد كده في أبونا بيدي البركه وبيدي التسريح او بيدي البركه عشان الناس تنصرف. ده كده ملخص سريع عن ترتيب وتاريخ القداس بتاع القديس كيرلس او القداس ماري ماركوس الرسول اللي هو طوره القديس كيرلس الكبير او القديس كيرلس الاول. والمجد لله دائما ابدا امين. لو في اي سؤال تختار منكم. أنا عندي نقطتين يا أشرف. نقطة الأواشي دي تقريبا حتى القداس الباسيلي كانت الأواشي بتتقال قبل صلاة التقديس، وفي عصر لاحق قرروا إن هو قال لك يعني نعيد تاني الأواشي بعد حلول الروح القدس والتقديس، نعيدها تاني تبقى سبب يعني بركة يعني. لكن حتى القداس الباسيلي في الأصل كانت الأواشي بتتقال قبل استدعاء الروح القدس والتقديس. هو الموضوع ده موضوع سكندري او الطقس بتاع اسكندريه. انت كمان عارف ان هو القداس الباسيلي في قداس قبطي وفي قداس بيزنطي، يعني في قداسين، يعني القداس الباسيلي قداس باسيلي قبطي وقداس باسيلي بيزنطي. فبس معظم المراجع بتقول ان هو القداس الباسيلي، ممكن يكون الكلام ده صح، ان هو القداس القبطي ماشي بالترتيب ده، القداس الباسيلي القبطي ماشي بالترتيب ده لغايه فتره معينه، وبعد كده نقلوا الاواشي اللي بعد التقديس. بس معظم المراجع اللي هي بتتكلم عن القداس الباسيلي البيزنطي بيقولوا ان هو الاواشي بتصلى بعد ما يبقى المسيح موجود على المذبح بعد التقديس او بعد استدعاء الروح القدس يعني. ونقطة الحذف والإضافة، أنا أعرف إن كنيستنا من زمان كانت بتضيف لأي داعي من الدواعي، سواء بدع أو هرطقات أو تأسيس عقيدة أو تثبيت عقيدة، لكن حتى بعد ما بينتفي الأمر ما بتحذفش، يعني الكنيسة بتضيف ما بتحذفش، عشان كده القداس وقته بيطول لكن هي ما بتحذفش. فهل عندك حاجة عن حاجة كانت موجودة أصلا في القداس واتحذفت وسبب حذفها؟ لا، الحذف اللي انا كنت بقول عليه ان هو الحذف اللي حصل في الاول خالص مع بدعه اريوس وبدعه نسطور والحاجات اللي هم كانوا بيضيفوها عشان الناس تبتدي تصلي بيها في القداسات والناس تصلي بيها في الليتورجيه. فدي الكنيسه حذفتها من النصوص بتاعتها. لكن لو حاجات مثلا زي ما انت بتتكلم عليها اللي هي حاجات كانت موجوده واتضاف عليها، فدي لو اوريدي لو كانت موجوده ما اعتقدش الكنيسه بتحذف حاجه يعني. معظم يعني انت بالنسبه لك مثلا هنا
بقول لك ان المجمع مثلا فور اكزامبل، ان كان زمان في ايام البابا كرولوس وبعد كده لفتره طويله، كان المجمع بينتهي عند العذراء ويوحنا المعمدان والديس القداس والديس الكنيسه والقداس والمجمع بينتهي. الزيادات دي كلها حصلت ان مثلا واحد بينسخ القداس في دير من الاديوره، وهو بينسخ مثلا راح ضايف الديسين مثلا بيحب يسمعهم في القداس. عشان كده تلاقي برضو في الترتيب بتاع الديسين مثلا ما هوش مثلا ترتيب ماشي بتسلسل مثلا السنين او بتسلسل مثلا الرتب او بتاع، مثلا بيذكر مثلا القديس ساويرس قبل القديس اثناسيوس مثلا وهكذا، يعني في هو ترتيب لان حسب ما اعرف ان اللي كان بيضيف المجمع او بيكتب المجمع دايما كان من رهبان دين ابو مقار، وهم كانوا بيميلوا لساويرس اكتر من اثناسيوس، عشان كده حطوا الاول في الترتيب. ممكن يعني بقول لك على حسب مين اللي كان بينسخ مثلا. دين ابو مقار غالبا هو اللي كان دايما رهبان ابو مقار، دايما هم اللي كانوا بيحطوا صلاة المجمع، وهم اللي اضافوا تقريبا كل القديسين اللي موجودين في المجمع. يا روبانا بمار يعني كانوا نشطة في الموضوع ده، فممكن يكون هم من ضمن الناس اللي هم ابتدوا يحطوا القديسين دول. برضو البراموس برضو كان ايام ابونا عبد المسيح المسعودي، ابونا عبد المسيح المسعودي كان ليه باعة كبيرة في ان هو كان بيعمل ريسيرشز وبيدور وبتاع، وهو اللي ابتدى يحط الخلاجي اللي هو بتاع 1902 ده. ده برضو يعني يعتبر مرجع كويس. اللي انا فهمته يعني من كل الريسورسز اللي انا كنت بحاول ادور عليها في الفترة اللي فاتت دي، ان ممكن يكون مثلا الخلاجيات اللي طبعت مثلا زي بتاعة المحبة او غيره او غيره، ان هم كان بيضيفوا الديسين او بيضيفوا مثلا حاجات ممكن ما تكونش معتمده او بتاع او ليها مرجعيه، فعشان كده ممكن مثلا في حاجات مثلا ما كانتش بتبقى طالعه مظبوط قوي يعني. بس دلوقتي يعتبر المرجع الاساسي لمعظم الناس الدارسين اخر حاجه موجوده دلوقتي يعتبر الخلاجي بتاع ابونا عبد المسيح المسعودي اللي هو 1902. حتى موضوع اللي هو الجزء الأخير اللي هو بتاع إن أبونا قبل ما يرش المية يقول عبيدك يا رب وتسقيف الآسمون و احنوا رؤوسكم للرب، اللي هي وبعدين بعد كده بره يقولوا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون، دي موجودة برضو في الخراجي بتاع أبونا عبد المسيح المسعودي قبل ما أبونا يقول يا ملاك هذه الصعيدة. أنا عندي نقطة تاريخية تاني شوية، بس أنا مش عايز أفضل أتكلم، فلو في حد تاني يتفضل وأنا هبقى أتكلم تاني في الآخر، أسأل السؤال المعلومة الملحوظة التاريخية اللي عندي. سؤال دكتور إبراهيم ودكتور أشرف، هل القداس الأولاني كان قداس السيد المسيح؟ أنا أقصد أقول قداس السيد المسيح، لأنه الإنجيل بيقول أخذ خبزا على يديه وشكر وبارك وقسم وعمل كده في الكاس، وقال إن هو ده أصلا القداس. فإيه رأي حضرتك كده؟ يعني هو يعني كان هو التقديس وبس، تقديس الدم والجسد وأعطى. هو اللي حضرتك بتقوله ده صح. اللي حصل ان بعد كده طبعا السيد المسيح في الـ40 يوم ان هو عطى تلاميذه ازاي ياسسوا الاسرار وازاي ياسسوا مثلا وازاي يصلوا الليتورجيه والكلام ده كله. هتلاقي الحاجات دي طبعا مش مكتوبه، مش ممكن ما تلاقيهاش متدونه في الكتب اللي معانا. بس اللي بيحصل ايه؟ ان الرسل لما ابتدوا يطلعوا يبشروا بره ابتدوا يسلموا للناس طريقه الصلاه. ويمكن احنا المره اللي فاتت برضو اتكلمنا على ان زمان كان القداس بيبقى عباره عن تقديس الجسد والدم. قبل التقديس بيبقى فيه صلوات وبيبقى فيه قرايات
أو في جزء من الكتاب المقدس. يعني افهم كده ان احنا زودنا عن اللي قاله السيد المسيح اللي هو المؤسس الاول لسر الافخارستيه، ازدنا عليه. ما احنا زدنا عليه، بس زدنا عليه مش بما يعني ما هوش مثلا ان احنا اخترعنا الكلام ده، احنا اللي استلمناه من مثلا من مرقس الرسول هو نفسه اللي هو استلمه من السيد المسيح. طبعا لما في تطور بيحصل للصلوات الليتورجية نفسها بيحصل لها تطور مع الزمن مع احتياجات الكنيسة. يعني مثلا لما حصل مثلا هرطقات كان يعني كان المفروض ان الكنيسه بتوعي شعبها، فطريقه التوعيه بتبقى عن طريق الصلاه. انت النهارده مثلا لما تحب تعرف اولادك حاجه معينه فتخليهم دايما يرددوها في بقهم، يرددوها باستمرار، فده يعتبر صلاه، فبتركز في دماغهم فيبتدوا يصلوا بيها فيبتدوا يحفظوها ويعرفوا ان هو ده الصح. فالكنيسه عملت كده عن طريق الاباء الاساقفه والاباء البطاركه، عملوا كده في السنين اللي حصلت فيها هرطقات ان هم ابتدوا يزودوا في الصلوات الليتورجيه. بس المهم ايه؟ الجزء بتاع التأسيس اللي هو السيد المسيح سلمه للتلاميذ ده ما اتغيرش في حاجه. الجزء اللي هو الاساسي اللي هو بتاع التأسيس اللي هو بيحول الجسد، بيحول الخبز لجسد والخمر لدم، ده موجود في الثلاث قداسات كلهم، الباسيلي والغرغوري والكيرلوسي، وحتى كمان في القداسات اللي هي كانت قبل كده اللي هي الكنيسه قالت لك هم دول الثلاث قداسات الاساسيين. ده الجزء ده ما اتغيرش فيه اي حاجه. بس وهو شكرا. وهو كمان يعني في السيد المسيح في السر لما يعني هو قال اخذ قسم وبارك، ما ادناش تفاصيل اكتر من كده عن الموضوع خالص. يعني في حاجات تاني هنتكلم في التقليد، انا الجمعه الجايه هتكلم في التقليد في الكنيسه هنا، في حاجات تاني التلاميذ استلموها لكن مش مكتوبه في الكتاب المقدس يا استاذ سمير، لان هو هم اللي متقال عن السر في اللي عمل السيد المسيح مع التلاميذ في الكتاب المقدس كلمتين. وعلى الرغم من كده لما تشوف ان هو لما ظهر لتلميذيه عمواس بعد الايام وفضل ماشي معاهم يكلمهم عن الكتب ويكلمهم عن الايات ويكلمهم عن المكتوب، ما فهموش وما شافوش وانفتحت اعينهم غير لما كسر. معنى كده ان في طقس معين وترتيب معين وحاجات تاني السيد المسيح سلمها مش مكتوبه في الكتاب المقدس، لكن تلاميذ ورسل المسيح سلموها لنا، وده جزء مهم جدا 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 في التقليد. يعني حتى كمان بدينا بالتسليم. بالظبط حتى كمان لو حضرتك شفت ان وقت بولس الرسول لما كان في اعمال الرسل، لما في كان قاعد يوعظ لفتره وبعدين واحد وقع من فوق وبعدين نزل اللي هو قومه افتيخوس يا افتيخوس وبعدين بيقول لك وكسر الخبز او نويلهم فده معناه ايه؟ معناه انه كان في جزء ريات وجزء تسبيح وجزء وعظ، وبعد كده الانافوره او اللي هي الافخارستيه او اللي هي كسر بالظبط. الخبز اللي هو يعتبر الافخارستيه. فحتى ده كان موجود اوريدي من ايام بولس الرسول. طب ما بولس الرسول ما كانش موجود ساعه العشاء السري او يوم بالظبط الخميس بالظبط مع التلاميذ، بس هو بيقول لك انا استلمت من السيد المسيح ما سلمتكم به او ما اسلمكم. معنى كده ان هو المسيح لما ظهر له اعطى له برضه نفس التسليم اللي هو سلمه لكل التلاميذ او الرسل في الأربعين يوم دول. وهو بولس نفسه برضه بدون ما اقطع معلش، هو بولس نفسه قبل ما يطلع رحلته التبشيريه الاولى راح اورشليم وقابل التلاميذ وراجع كل اللي استلمه مع التلاميذ قبل ما يطلع الرحله التبشيريه بتاعته. يعني كلهم متفقين على نظام معين، والصلاه كانت طويله بدليل ان في واحد نام ووقع من بالظبط. الشباك. حتى عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو ده كان يعتبر حتى في الكتب الطقسيه بيقول لك ان هو بيبقى قرايات وتسابيح وتراتيل، ودي بيسموها بصلموديه. احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا ان البصلموديه ما هيش البصلموديه اللي احنا بنصلي بيها التسبيحه بالليل،
هما كانوا معرفين بالبسلمودية اللي هو قراية من الكتاب المقدس وتسابيح وتراتيل، وبعد كده اللي هي الجزء بتاع الإفخارستية. فحتى في كتاب أبونا عبد المسيح المسعودي بيقول لك لو ما فيش وعظ في العشية، حتى بيقول لك في العشية لو ما فيش وعظ ممكن يتقري السنكسار، يعني لو ما فيش وعظة بعد العشية بتقري سمكسار. فالعشية يعتبر فيها إيه؟ العشية فيها الإنجيل والمزمور، وفيها تسابيح، وفيها تلاتيل، عشان أبونا بيصلي أواشي وبيصلي طلبات، وإحنا بنصلي زوكسولوجيات وبنصلي زوكسولوجيات وبنصلي، وبعدين عند بنقول مثلا أربع الناقوس، فدي تعتبر تسابيح وصلوات. بعد كل ده المفروض بيبقى فيه وعظة، لو ما فيش وعظة بيقول لك ممكن يتقري السنكسار. فده كان النظام اللي ماشي زمان، ودلوقتي حتى الكنيسة مستخدمها. دفناري أشرف يمكن، مش صح. لا، السنكسار ماشي. في الكتاب بتاع أبونا عبد المسيح المسعودي، حتى لما كنت برضو بتكلم مع مينا زكي فقال لك برضو نفس الكلام، يتقري السنكسار لو ما فيش وعظة. ماشي. فمعنى كده ان ده كان يعتبر طقس ماشي من زمان، يعني زمان بيقول لك مثلا كان يتقري جزء من العهد القديم، ايام ما كان مثلا ما كانش موجود العهد الجديد، ايام بدايه الخدمه بتاعت الرسل، ما كانش فيه الكتاب المقدس، ما كانش فيه الرسائل، فكانوا يقروا اجزاء من العهد القديم، كانوا بيصلوا المزامير. عشان كده يقول لك المزامير كانت تصلى. المزامير تصلى يعني ايه؟ يعني كانت بتترتل، بيبقى في طريقه للمزامير. احنا برضو المره اللي فاتت برضو قلنا ان سفر الرؤيا كان ليه طريقه للترتيل، ما كانش بيتقري. بيقول لك كان في حوالي 34 طريقه ان كان بيترتل بيها سفر الرؤيا. احنا وصل لنا منهم اخر اتنين بس، اللي احنا بنقولهم في سبت النور، اللي هو لحن الاسباط ولحن الاحجار. بس كان في بيقول لك 34 طريقه للكتاب المقدس. ويمكن كمان ذكرنا الاسبوع اللي فات ان الرسائل القبطي بتاعت البولس والكاسليكون والبراكسيس دي كانت لما كانت بتتصلى ما كانتش بتتقري. ليه؟ كان عشان كانت بتتصلى باللغه القبطيه، فكان ليها طريقه برضو للصلاه. طريقه البولس اللي احنا حافظينها دي كانت طريقه ان احنا نصلي بيها او نرتل بيها البولس. الكاسليكون ليه طريقه، فدي كانت طريقه الترتيل بتاعه الكاسليكون، وهكذا. ما الوقت عدى والزمن ابتدى يعدي، فالكنيسه اختصرت، قالت لو ما فيش وقت ممكن ما يتصلاش، ممكن يتقري، فبقاش يتصلى باللغه الاولانيه اللي هم ابتدوا يسلموها للناس. معظم الكنائس بيقول لك ان هم رسوا على قرايتين بس في القداس، ان هو يتقري مثلا جزء من العهد الجديد والانجيل، او جزء من العهد القديم والانجيل. الكنيسه القبطيه رست على ان هو يتقري اربع قرايات، البولس والكاسليكون والابراكسيس والانجيل. طبعا مع الانجيل بيتقري جزء من المزمور، او بيتصلى جزء من المزمور، فدي تعتبر القرايات. طبعا التراتيل اللي هي تعتبر المزامير اللي احنا بنرتلها، والتسابيح اللي هي الزوكسة، ان احنا نقول زوكسانا تري كاي وكي اجبنا، دي كلها تعتبر تسابيح. طبعا لو هنقول التراتيل هنقول بنقول المزامير فين؟ ما احنا بنقول المزمور قليلو يا فاي بيبي، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، ده يعتبر ترتيل. المزمور مثلا اللي هو بتاع برضو قليلو يا جيف ميفي، ان فكر الانسان يعترف لك يا رب، اللي هو بيتقال في الايام، ده يعتبر برضو ترتيل للمزامير. اللي برضه في الصوم الكبير بنصلي مزمورين، المزمور الاولاني والمزمور الثاني اللي هو اساته في الجبال المقدسه، وهكذا. فدي تعتبر تراتيل. وبعد كده طبعا بيجي يخش علينا الجزء بتاع الانافور. شكرا. شوية شوية نقط سريعة أشرف. اتفضل. اللي يحب يقرأ عن ترتيب القداس الكيرلسي أو المرقوسي، في كان سيدنا أمبادس كوروس المتنيح
المنوفية اللي قبل الأنبا بنيامين الحالي، كان نازل كتاب كده يعني مقاطع المتوسط بيتكلم على الترتيب ده. بالنسبة للأواشي ومكتبة المحبة، يقال إن الأواشي زي ما أنت قلت النهاردة مكانها كده، ولكن في حق هما بيطبعوا الخلاجي بتاع مكتبة المحبة، وده كان اللي موجود، كل الكنائس بتصلي منه. الإخوة بتوع مكتبة المحبة ما عجبهمش إن الأواشي تبقى كده في الأول، فراح باعوها في مكانها زي القداسين التانيين، فابتدت تنتشر. أنا شخصيا حضرت أقداليس هنا وفي مصر بالترتيب اللي هو العادن، الأواشي في مكانها العادي بعد التقديس. بالنسبة لنقطة الزيادات اللي الأستاذ سمير سأل عليها، الكنيسة زودت، طبعا الكنيسة زودت، بس أشرف لنا سبب النهاردة حلو، إن كان فيه هرطقات، ولكن كان فيه ما قبل الهرطقات يعني في أول كام قرن، كان صحيح القداس الحتة بتاعت التقديس بتاعت السيد المسيح، ولكن كان الكهنة بيصلوا لأن مفيش حاجة مكتوبة ومفيش حاجة يعني دوكيومنتد إن هم يصلوها كلمات معينة يعني، بالظبط. فكانوا بيصلوا كل واحد على مزاجه، زي احنا من دلوقتي نيجي نعمل اجتماع صلاة نصلي ايه، كل نقول لك اتفضل يا استاذ اشرف صلي مثلا الصلاة الارتجالية كده بعد ما خلصنا الأجبية، او اجتماع الصلاة نص الليل وات ايفر، صلي ارتجالي كده، فكان الكاهن بيصلي ارتجالي، فكان في كهنة، ده سبب من اسباب وضع القداس، في كهنة بسطة قد يتسلل ليها او في وسط كلامهم، طبعا زي ما احنا كلنا عارفين الكلام في العقيدة وفي اللاهوت صعب، مش اي حد يعرف يعبر، فكان في، وزائد ان في هرطقات ابتدت اريوس وغيره، فكان في كلمات بتخش من الايمان الغلط ده في وسط صلواتهم هتنتقل للشعب، ده في القداس، فعشان كده ابتدوا يفكروا ان احنا لازم نحط قداس مكتوب نسلمه شفاها في الاول، وبعد كده بقى لما ابتدى يتكتب خلاص بقى موجود. عشان كده لحد النهارده لسه حكايه ال 40 يوم بتاع التسليم القداس لسه موجوده لحد النهارده في الكنيسه. بالنسبه في نقطه في حكايه الزيادات دي، نقطه مهمه خطيره، لانه ما نقول ان السيد المسيح قال الحته بتاعت التقديس وهو ده القداس، ما ننساش برضو ان كان في فصح، وما ادراك ما الفصح وصلواته عامله ازاي، صلوات طويله جدا. انا كشخصيا كان عندي كتاب يهودي من المعبد اليهودي في مصر، يعني تخين تخين كبير يعني زي التكست بوك كده، كل الصلوات دي بتتقال في المعبد اليهودي. فالفكرة اللي عايز أقولها إنه كان في صح، التقديس كان قصير، لكن قبليها سبحوا وبعد كده سبحوا وخرجوا لجبل الزيتون، ففي قبليها وفي بعديها في صلوات كتير طويلة عشان نقاوم حتة القداس طول، أبونا ده طول، أصل أنتوا قلتوا حاجات كتيرة النهاردة، وقلتوا ألحان كتيرة، وقلتوا بتتقال لأبونا، بتتقال للشمامسة، صح في زيادات وفي قداس طويل، بس هو إحنا المفروض إن إحنا نقف قدام ربنا فترة معقولة، يعني مش هقف قدامه دقيقتين ثلاثة ارتجالي كده يلا ونناول يعني. بعد كده بمناسبة في حاجات اتحذفت، في حاجات اتحذفت طبعا، بالذات الألحان بتاعت الكنيسة زي ما انت قلت أشرف، في أربعة، أنا أول مرة أسمع حكاية 34 دي بتاعت الرؤية. هديكم مثل لحنين موجودين لو دورت عليهم هتلاقوه في القداس الكورولوسي، لحن اسمه لحن أيوب، ولحن اسمه العليقة، العقيقة، نعم لحن العليقة العتيقة مش أو العليقة، العتيقة، العتيقة العتيقة فدوروا عليهم، أو ألحان طويلة محدش بيقولها، طبعا دي لحن للكاهن مش للشماس، لأنه الكهنة ما بتحفظهاش، فبالتالي هتندثر وهتروح ألحان جميلة، وبالتالي هو دي طريقة الحذف بتاعت اليومين دول، إن إحنا ما نحفظش حاجات القداس الأصلية لا بالنسبة للكهنة، بالنسبة للشمامسة الاثنين يعني، مش بخصص حد معين، وبتتحسب اوتوماتيك يعني.
في لحن تاني احنا بنقوله كده يعني على اعتبار ان هو زي الغرغوري، اللي هو لحن بسيط جدا: ارحمنا ارحمنا يا الله الآب، او ارحمنا يا الله مخلصنا. في القداس الكورولوسي ليه لحن لوحده، مش ارحمنا اللي احنا بنقوله ده. فيا ريت تدوروا عليه وتحفظوه لانه سهل جدا يعني، ويبقى ده تدريب بتاع النهارده يعني. أشكرك. من ضمن برضو الحاجات اللي انا كنت وانا بدور لقيت مكتوبه، ان بيقول لك ان عشان كان في اضطهاد للمسيحيين في اول 3 قرون، وبعد كده لما ابتدى الدنيا تتفتح وبقى في كنائس تتعمل مع الملك ثيودوسيوس بعد 313، فالبابا كرولوس لقى ان هو دي فرصه حلوه ان هو يبتدي يعمل صلوات بحيث الناس تقف تصلي اكتر قدام ربنا زي ما كان اشرف بيقول. فعشان كده تلاقي ان ممكن يكون القداس كرولوسي طويل شويه، فابتدى هو ايه بعد ما كان القداس صغير فابتدى يعمل له شكل ان هو يعمل فيه طلبات وصلوات عشان الناس تبتدي تشترك في القداس والشماس كمان. والشماس. طبعا اللي كان بيتقال ان القسيس زمان او كان بيصلي بالقبطي، لما كان بيصلي بالقبطي يعني، فمعظم البروسات كلها اللي هو مرادات الشماس كان تبقى يوناني، فعشان كده تلاقي بروس اكساستي وهكذا، او اللي هو ان هي كلها صلوا. الحاجه الثانيه كمان بيقول لك ان هو كان الكاهن الشماس كان المفروض يبقى وشه للغرب، عشان هو كان كل صلوات الشماس تعتبر أمر، صلوا من أجل سلام الواحد الوحيدة، صلوا من أجل أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا، اطلبوا مش عارف، كلها أمر للشعب، فكان لازم يبقى وشه للغرب بحيث إن هو بيخاطب الشعب يعني. طبعا مع المرجع اللي قاله أشرف برضو في طبعا مراجع كتيرة للقداس الكرولوسي، في منهم عامله كان أبونا سيناسيوس المهاري بيتكلم برضو على القداس الكرولوسي، في حاجات طبعا على يوتيوب ممكن لو تحبوا يعني ممكن أشاركها معاكم يعني. شكرا على الشغل. يذكر برضو ان ابونا متياس تينك متياس نصر سجل القداس الكيرلوسي باللغه القبطيه. ده هو ده في مصر كلها لمدة كذا سنة، يلقط لو في معلم معين في حتة في قرية حتى يروح له حافظ حتة من القداس بالقبطي، يروح يعني يستلمها منه ويحفظها وبعدين ينزلها في 6 CDs أو 6 شرايط يعني. أنا بصراحة يعني استفدت جدا، في حاجات كتير ما كنتش أعرفها يعني لما كنت بدور في قداس القديس كيرلس. هو مش موضوع مش سهل يعني، إحنا يا دوب بس غطينا قشور بس صغيرة، بس طبعا لو إحنا عايزين نخش في القداس نفسه عايزين نخش في التأمل في القداس يعني طبعا في حاجات هتاخد أسابيع يعني. أنت إبراهيم كنت تقول عندك حاجة كنت عايز تتكلم فيها. النقطة بتاعت لما جه ماري مرقس مصر جاب معاه أناجيل أو إنجيل، هي دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها، لأن هو زيارة ماري مرقس لمصر مختلف عليها في التواريخ. يعني حسب يوسيفيوس مثلا قال إن هو جه سنة حوالي 43 ل 45 ميلادية، لكن حبيب جرجس وإريس المصري قال إن هو جه بعد سنة 60 ميلادية 61 ميلادية. لكن هو طبعا التاريخ بتاع 43 45 ده تاريخ مش دقيق، لان هو معروف ان هو طلع الرحله الاولى مع بولس الرسول وبرنابا، ودي كانت بالظبط. سنه 46 ل 47، وسابهم في بيرجا تقريبا في نص الرحله لان الرحله دي قعدت سنتين، فهو غالبا يعني سابهم على سنه 47 ميلاديه مثلا. وبيقول ان هو في الوقت ده كان سنه صغير، فاعتقد معظم الظن ان هو لما جه مصر جه بعد مجمع أورشليم اللي هو كان سنة 50 51. يعني الرأي الأرجح إن هو جه سنة 61 ميلادية.
ف 61 ميلادية دي ما كانش فيه حاجة اتكتبت كتير، لأن بولس الرسول بدأ يكتب رسائله أصلا في رحلته الثانية. في الرحلة الأولى ما كتبش ولا حاجة، بدأ أول حاجة كتبها في الرحلة الثانية، ودي كانت تقريبا رسالة تسالونيك الأولى والثانية، دول اتكتبوا حوالي سنة 52 ميلادية. في الوقت بتاع 60 61 لما دخل ماري مرقس مصر، كان اولموس حوالي 6 رسائل بس من ال 14 بتوع القديس بولس اتكتبوا. وماري مرقس نفسه يمكن يكون هو كتب انجيله في الوقت اللي هو جه فيه في مصر، اللي هو ما بين 60 و 70 ميلاديه. فما اعتقدش ان كان في معاه اناجيل بالمعنى المفهوم او انجيل بالمعنى المفهوم حسب الكتاب اللي معانا، لان الحاجات دي اتكتبت معظمها او بقيتها كلها بعد دخول ماري مرقس مصر. فمش عارف لو في تعديل او اضافه في النقطه دي. صح، ما تنساش برضو ان ماري مورس دخل جه مصر وبعدين مشي وبعدين رجع تاني، صح؟ ما هو لان في اختلاف في التوقيت، فقال لك ان هو كان جه زياره، لان كان في جاليه يهوديه كتير، فجه زياره في الفتره الاولانيه اللي هي 40 حاجه و40 ميلاديه، لكن الفتره اللي كرز بيها وقابل انيانوس وكرز كانت اللي هي بعد 60 ميلاديه. فهو حتى لو جه في ال40 40 ما كانش في حاجه اتكتبت خالص، لان اول بالظبط. حاجه اتكتبت في الكتاب 52 كانت رسالة تسالونيك الأولى والثانية، كتبهم بولس الرسول 52 53 ميلادي. وإنجيل ماري مرقس كتب سنة 68. اتكتب من 60 ل 67 عليه كلام يعني، لأن التواريخ مش دقيقة جدا. فأعتقد في الوقت اللي جه فيه ده في الستينات كان اولموست يمكن هو كتب الكتاب بتاعه او بيكتب فيه، وكان فيه رسالتين ثلاثه للقديس بولس، وما اعرفش بقى اذا كانوا وصلوا مصر ولا في الوقت ده ولا لا، لان هم كانوا مكتوبين للتسالونيكي تقريبا. يعني اول مجموعه رسائل كانت التسالونيكي الاولى والثانيه، وبعد كده اتكتب كورنثوس الاولى والثانيه وغلاطيا ويمكن روميا سنه 60 61 ميلاديه. بعد كده بقيه الرسائل جت، ف يعني مش عارف بالظبط معلومة إنجيل وأناجيل دي. السؤال أنا ممكن أقول لك التفسير بتاعي. اتفضل. لو هو مثلا أول مرة، لو هنعتبر إن هو أول مرة جه في الأربعينات ما كانش معاه حاجة، لو هو رجع تاني في الستينات أو آخر الستينات قبل ما يستشهد وقبل ما يجرجروه في اسكندرية كلها، فممكن يكون جاب معاه الأناجيل أو جاب معاه الرسائل الموجودة او وات ايفر اللي كان مكتوب ساعتها في الوقت ده. لو هو ما جاش في الاربعينات جه في الستينات، فممكن برضو يكون في نفس الوقت ده كان في رسائل، كان في انجيل وات ايفر اللي كان موجود في الوقت ده، فراح برضو مسلمه لينيانوس، مسلمه للشعب بحيث ان هم يصلوا بيه. دي حاجه. الحاجه التانيه كمان ان الكلام ده كان ذكره الدكتور رشدي واصف في محاضرات كان هو اتكلم فيها على المصادر اللي هي الرسل كانوا استخدموها او المصادر اللي اتبعتت لكنيسة الإسكندرية. وكان هي منشند يعني ان هو ان ماري مورس لما جه يعني جاب معاه الانجيل او جاب معاه الرسائل اللي كانت موجودة في الوقت ده، وجاب معاه الميرون وجاب معاه الليتورجية اللي هو سلمها لإنيانوس والكهنة اللي هو رشمهم. وده يثبت لنا أهمية الطقس والترتيب والتقليد الكنسي أو التسليم الرسولي، لأن ده كان الأساس الثابت لكل الكرازة في العالم كله من قبل ما يتكتب الكتاب المقدس. لأن هو أغلب حتى الطالعين بيقول لك الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم أو المصدر الوحيد للتعليم، لكن طبعا هو مش المصدر الوحيد، هو المصدر الأول لكن ما هوش المصدر الوحيد، ودي مغالطة كبيرة جدا يعني. نقطة صغيرة تانية يا جماعة، بالنسبة لبابا كيرلس عمود الدين، هو طبعا الاسم بالقبطي عمود الإيمان زي ما انت قلت أشرف، بستلوس انت بنهتي بنقولها في الثانيات، نهتي طبعا الإيمان، بس هو متعرف عليه عمود الدين في العربي يعني الأعم يعني. يقال إنه طبعا في مجمع أفسس الدفاع بتاعه ضد نسطور
اتكتب طبعا في يعني اتسجل يعني كله أقصد، وابتدى بعد كده ينتشر بعديها وسط العالم أو وسط مصر كلها، فأخذوه بعض، أنا سمعت الكلام ده غالبا من أنبا رافائيل يعني، خدوه الرهبان وراحوا مقسمينه بقوافي عشان يبقى يعني له سجع كده، وعملوا منه السلطقيات كلها بتاعت العذراء، السلطقيات اللي احنا بنصليها دي كلام البابا كيرلس عمود الدين، اي سلطقية بتاعت اي يوم. وبس دي معلومة افتكرتها بص، يعني. دي معلومة جميلة. عمود الدين وعمود الإيمان، ليت الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي كان كاتب نبذة صغيرة عن البابا كرولوس، فكاتب البابا كرولوس عمود الإيمان. طبعا ما هي الاسم بالابط كده صح. دي الوحيدة اللي أنا لقيتها. معظم الكتب التانية بيقول عمود الدين، بس هو عمود الإيمان المفروض إن هو يبقى صح، لسبب إن هو بنقول مثلا بابا اثناسيوس حامل الايمان، ده عمود الايمان. ليه؟ ان هو ثبت ايمان الناس. لو خدتها بالدارج الدين هو الإيمان، الإيمان هو الدين يعني. وبعدين حتى كمان في الانجليزي بيقول لك pillar of faith، يعني برضو عمود الايمان. وانت قلت بس تبي الوسن نحن تبي ناتي. واضحة بالإبتي أوي. جميلة يا أشرف، ربنا يعوضكم على المناقشة الحلوة والكلام الجميل ده. حاجة جميلة خالص الحقيقة. ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم. يعني ربنا يعوضك باشا، الله يخليك. سكونوا في صلاتكم. محتاجين. صلي بقى شكرا يا أشرف، راجل. شكرا ازيك؟ شكرا لكم. الله عفو يخليك. أدق. يلا السلام عليكم. سلام. حد يصلي؟ دياكون. حاضر.